كشفت شركتي بنتلي أوفيرتو عن أول هاتف ذكي الفريد من نوعه، والذي تم الإعلان عنه في يوليو الماضي كجزء من شراكة مدتها 5 سنوات. وسيتم تسويق الهاتف الذكي الذي يحمل شعار شركة بنتلي في محلات مختارة من فيرتو، حيث أنه تم صناعة 2000 نسخة من الهاتف يتجاوز سعر الجهاز الواحد منها 65,000 ريال سعودي. يتميز تصميم الجهاز الذكي الذي يحمل شعار بنتلي بغلاف خلفي من جلد العجل الناعم مع رشات من الألماس تميز المنطقة المحيطة بالكاميرا الخلفية، بالإضافة إلى نمط التشغيل باللمس الجديد والخاص بالشركة الذي تم تشييده بدقة في مقر فيرتو في إنجلترا.